فأبكي اليوم دلها وما يرد البكاء. من هذا الهاتف بالشعر خارج الرواق؟ إنه رجل من بني يشكر اسمه الحارث بن حلزة. ولما أخرتموه وقدمتم هذا الأحمق؟ إن به وضحا ظاهرا خشينا أن يتأذى منه بصر الملك. يا عمرو بن هند، اجعل بينك وبين الحارث بن حلزة 7 ستائر، ولكن اسمع شعره. اجعل الستائر بيننا وبين هذا الأبرص، ثم دعوه يسمعني شعره. أوشك النعمان الأحمق أن يجعل الملك كلية لتغلب، ولكن الحارث بن حلزة ظهر في الوقت المناسب. وبعينيك أوقدت هند النار أصيلا تلوي بها العلياء، أوقدتها بين العقيق فشخصين بعود كما يلوح الضياء، فتنورت نارها من بعيد بخزاز، هيهات منك الصلاء. ترفع حجابا بيننا وبين هذا الشعر، إنه يا مولاي يرتجل الشعر ارتجالا. غير أني قد أستعين على الهم إذا خف بالثوي النجاء. ارفعوا حجابا آخر، ارفعوا حجابا آخر. استدني الشاعر ولو كان الوضح يغطي كل جسده. وأتانا عن الأراقم أنباء وخطب نعنى به ونساء، إن إخواننا الأراقم يغلون علينا في قيلهم إحفاء، يخلطون البريء منا بذي الذنب ولا ينفع الخلي الخلاء.